ساعة أو يا شادي عايزين هناكل أهو. شادي بقول لك إيه؟ مطعم الزهور حلو أوي يا شادي. بس أكلات بحرية ده شكله غالي. ما هو حلو أوي يا شادي، أنا أصحابي كلهم بيجوا هنا. اتفضل يا صاحبي. وبعدين صحابي قالوا لي إن أكله حلو أوي. الحمد لله. شادي بص، الله بص بص اللي في الفرن ده. تعالي يا أخي تعالي، ده هو اليوم فاهم من أوله. شادي شكله حلو قوي، انا عايزه من ده. من ده ايه؟ ايه ده يا ريس؟ مش بولتي؟ خلينا في البولتي، بيقول لك البوري مش حلو. لا لا طب بص، في جمبري. جمبري جمبري على طول موجود موجود موجود. شوف جمبري يا باشا. اه ايه ابوس ايدك. وشوربة الجمبري حتى. بص بقى، احنا نجيب سمكتين بولتي وطبق رومي وحلو على كده. طبق يا شادي. اه انا سمكه وانت سمكه وناكل فروز سوا. المشاركه المشاركه. طب بص، في اللي هي شوربه السي فود دي. الله اه حلو اهو. اه هو حلو اهو. هو عجبك؟ هو بس الراجل اللي عامله على الصح، بس هو البوري مش مفيد للصحه خالص. يا حبيبي وبعدين فينك؟ انا مستنيني 5 دقايق. ما تزعلش يا عم. هي سمكتين. بص يا ريس، هم سمكتين بس. قلت بتاع الغلابة يا دوب. بص يا ريس، نصين بقى، الجنب ده مقلي والجنب ده مشوي. حبيبي حبيبي، هو يا دوب كده طبق رز فرد صغير هيكفينا باذن الله. يلا يلا دعاء. يلا 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 يلا. ايه مش عايزه طحينه؟ لا مش عايزين طحينه يا ريس. يلا يلا يا شادي. حرام عليك يا شادي، ريحته حلوه قوي. الله ريحته حلوه قوي. انت هتتصوري معاها بس صح؟ ما تخش يا دعاء بالله عليك يا دعاء، خلينا نخرج. شادي ريحته حلوه قوي. طب بص دي دي يعني هاخد دي. قول له ده 100 جرام بكام؟ بلاش 5 جرام بجد والله. خلاص هات لنا 2 من ده بالله عليك. ببقى الله يبارك لك. خلاص ده يا شادي والنبي، ده جمبري ده كله كوليسترول. خش بس يا دعاء بالله عليك. يا دعاء خش يا دعاء، انت واقف سيب الناس تشوف شغلها بقى عشان ناكل حاجه حلوه. الله يا شادي. بص يابا. بص شادي محمد. يلا لا لا يعني هو انت شفت كل حاجه ومسكت ده يا بنت؟ ده ملون، ده مستورد، سيبك من المصري ده. لا لا بص بص يعني بص بص يا شادي. ايه يعني؟ بص كل واحده من دي. انا امي حالفه عليا ما اكلش من بوري ابدا في حياتي. خلاص بلاش بوري. اه شفت السبيب عامل ازاي؟ شفته. اه ده اصلا ده زومبي، ده بيطلع سم في الميه فممكن يزينا. لا 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 يا دعاء. في ايه يا دعاء؟ انت اول مره تشوف الحاجات دي؟ خلاص خلاص بلاش. الحاجات دي كلها مضره. خش بس خش خش تعالي. بلاش بيه. تيجي ناخد الربع ده كده. ايه ده؟ ده جمبري جامبو دعاء. لا 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 لا، احنا الجمبري البلدي يا اما بلاش. يلا 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 يلا. ده اه ده هو احلى طعم. تاكلي شويه كشك انما ايه. تعالى يا شادي تعالى ورا، في حاجات كبيره اهي. سيبك من ده، مش مهم. لا مش مهم عشان هو صغير قوي. ده حلو قوي يا شادي. ايه يا شادي؟ انا عايز اروح. شادي حرام عليك. شبعت شبعت من كتر الفرحه شبعت. من يوم ما اتجوزت انا ما اكلتش الحاجات دي. استر يا رب استر يا رب. طب بص انا هقول لك على حاجه، الراجل زمانه صور الاكل، ناكل وبعد كده اجيب لك كل اللي نفسك فيه الاسبوع الجاي. السمكيه. خلاص يا ستي هقول لك على حاجه، كليها انت، انا اكل رز. يلا شادي. يلا بحب. يلا بحب. بجد؟ والله انا جاي. هو فين؟ اه حاجة ناقصاني؟ بس انا؟ اه شادي اللي طلبه. شادي طلب ده؟ بجد؟ والله طول عمره حنين. سلام. ولي حضرتك يا حاج حازم.
مين؟ هو جاني قال لي حضرتك اللي هتحاسب. انا حسين؟ اه. لا اكيد غلط. مش انا. بس شادي كلمتني انت قلت لي على الاوردر، الاوردر جاهزه. اه الحساب عند الاستاذ. طب خلاص تمام. انا طالب سمكيه ورز وهحاسب عليهم، انا ماليش دعوه باللي انت عملتيه. انت قلت لي انت اللي طلبت، انت اللي طلبت، قلت لي اعمل كده 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 كده. طب في حاجه يعني عندكم اي غسيل هو عايز يتغسل اي حاجه؟ اه الاطباق هنا في الاطباق. في اطباق؟ اه مستعدين انتوا الاثنين؟ لا لا هي هتغسل، انا هاكل السمكيه اللي انا طالبها وهحاسب عليها. هحاسب يا منصور، ودي لهم الاكل هناك وهم هيشوفوا هنتصرفوا مع بعض. بقول لك ايه؟ بما اني ان انا اللي هدفع لفهم لي وانت شوف بره. اتفضل يا حبيبي. تمام يلا ينفع يا مازن.